تحياتي الإخوان، هذا هو نبات التفاح الهنديباء. وباش كنجهز الطيور ديالي مازال الإخوان كيسولوني ليومنا هذا، كيقول لي شنو هو نبات التفاح وكيدير نبات التفاح، وانا كنضل ندير في الفيديوهات الإخوان باش كلشي يعرف هذا هو نبات التفاح، وهو اللي كنعطي للطيور ديالي دائما. وباش كنخدم كندير شي حاجه اللي شيميك، كاين على الطبيعي. ها انتم، ها هو قدمته للذكر تبارك الله، والانثى انا نعطيه لهاد الانثى هادي حتى هي، اللهم بارك. هذا راه فيه الحشره ديال المن تبارك الله، عامره به. تبارك الله ما شاء الله، الله في الطويرات. انتاج راه وقت التجهيز هو هذا الاخوان، خاصكم باش تجهزوا خصوص الحسون، خاصك تجهزوا مزيان باش يعطيك. ها انتم الاخوان، هيا غادي تهبط دابا. هانتوما الاخوان، هي مشات كتغدى على الحشرات اللي ملتصقين بنبتة التفاف، هي حشرة المن بروتين طبيعي، هي مشات ليهم كتغدى عليهم. شوف مشات بدات بيهم هما الاولين حيت محتاجة ليهم في التجهيز ديالها. ونهاركم مبروك الاخوان، حاولوا تقدموا هاد الحشرة راه مهمة لطائر الحسون. تحياتي.